أهلاً بالجميع. سنتحقق من الحفار إريك. سنختبر أنه ينجز جميع أعماله بشكل سليم. من سيساعدني؟ أعتقد أنني سوف أختار الصفراء. أعلم أنك تلعبين، لكن أعتقد أنك ستحظين بنفس المتعة بالعمل. سوف نبدأ بفحص محركك يا إريك. شغل المحرك بسرعة عالية ولطيفة. يمكنك أن تفعلها بشكل أفضل. التقاط رائع! حان وقت فحص سلسلتك العريضة. الجزء الأخير من خدمة التحقق. دعنا نرى كيف يعمل ذراع الحفر. يحتاج للزيت يا صفراء. أحسنت يا إريك، اجتزت خدمة التحقق، لذا فأنت جاهز لأعمال الحفر. أتريدين الانضمام إليهم؟ أخبرتك أن العمل ممتع. إلى اللقاء مع مزيد من العمل والمرح هنا في مرأب جيكو. مرحبا جميعا، إنه يوم حافل. الطفلة وماكس يحتاجان إلى تبديل إطارات، ولكن أين ماكس؟ مرحبا ماكس، هيا أيها الميكانيكيون. يا صفراء! لا، الصفراء قد صدمت رأسها، لهذا سأترك الأمر لكما. قيادة مرعبة جدا. هيا يا صفراء. بدلتما الإطارات ببعضها؟ لا بأس، فجميعنا نخطئ، علينا مبادلة الإطارات فحسب. لا تقلق ماكس، سنصلح الأمر قريبا. أيتها الطفلة، نعلم أنك تستمتعين، لكن إنها إطارات ماكس، هل أعدناها إليه؟ أحسنت أيتها الطفلة، من المهم إعادة الأشياء بعد استعارتها دائماً. إلى اللقاء قريباً، وداعاً. من أين تأتي كل هذه الفوضى؟ يا أمي! سيد ويزل، هل أنت بخير؟ لقد جعلت فيكي أسرع شاحنة مثلجات في العالم، لكنها أقلعت قبل أن أحصل على المثلجات. يجب علينا إيقاف فيكي قبل أن تسبب المزيد من الضرر.
هي قادمة. جاهز يا أزرق؟ يا أزرق، هيا اضغط على الزر بسرعة. أحسنت صنعا يا أزرق. ما زلت أريد أن أتناول المثلجات إلى الآن. أنا أكره الصواريخ. يا ميكانيكيون، لنتأكد أنه بخير. إلى اللقاء قريبا. وداعا. مرحبا بالجميع، جيكو معكم. إنه يوم مشمس جميل، لذلك سأقوم بمراقبة الطيور. انظروا، إنهما التوأمان باري وكاري. يبدو أنهما يستمتعان كثيرا. لا، انقلب باري. أيها الميكانيكيون، علينا مساعدته. هيا يا شاحنة السحب تالي. لا تقلق باري، سنخرجك من هنا قريبا. يا أزرق. دعنا نلقي نظرة. هذا غريب، محركك لا يعمل. جاءت كاري لتبهجك. هذا لطيف. عرفت أن هناك شيئاً مريباً. يبدو أن السمكة كانت عالقة في أنبوب العدم، لهذا لم يعمل المحرك. لطيفاً أن يقوم بزيارتك صديق، هذا سيجعلك تتحسن بسرعة. السمكة عادت إلى منزلها، كان رفاقها قلقين عليها. حسناً، كل شيء بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعا. أهلا بالجميع، مرحبا بكم في مرآب جيكو. إنه يوم هادئ جدا، نقوم ببعض أعمال التنظيف. ما هذا الضجيج يا ترى؟ الحافلة بوبي لا تبدو بحال جيدة. تعال دعنا نلقي نظرة عليك. يا إلهي، بوبي ليس بخير. لنرى، أسنستطيع اكتشاف المشكلة؟ ربما يحتاج المبرد إلى ماء. هيا أيها الميكانيكيون. كلا، هذا ليس جيدا. لحظة واحدة. بوبي المسكين يسرب زيتا، والذي يجعل المحرك يعمل بسلاسة. يمكننا إصلاحه.
لقد وجدنا مصدر المشكلة، تسريب الزيت من الأنبوب. الأخضر سيغلق الفتحة بإحكام عن طريق اللحام بالشرر شديد السطوع، وهذه ستحافظ على مظهرك. مرحى، أحسنت يا أخضر، أحسنت يا أزرق. أتشعر بتحسن يا بوبي؟ زبون آخر سعيد. هذا ما نفعله. إلى اللقاء في مرآة جوكو، وداعا. هيا أيها الأزرق، لقد حان وقت النوم. طابت ليلتكم جميعا. ها بوبي، ما الذي تفعله في هذا الوقت؟ يا إلهي، أنت بحاجة لعجلة، يمكنني إصلاحها، لكن لنكن هادئين. ها؟ نجونا، كان هذا وشيكا. لا 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 لا. انتهينا يا بوبي، طابت ليلتك. على الأرجح سأستلقي لدقيقة فقط. مرحبا بالجميع، شاحنة المثلجات فيكي جاهزة للإصلاح، وسنقوم باللمسات الأخيرة. شكرا يا صفراء، هل أعطيتني مفك البراغي؟ احذرا أيها الميكانيكيان، هذا الخرطوم مليء بالهواء البارد الذي يجمد المثلجات. ها؟ ها؟ صفراء، لا تلمسي الزر. شكرا أيها الميكانيكيون، لقد أنقذتموني، والآن دعونا ننتهي من إصلاحها. شكرا فيكي، وداعا يا رفاق. أهلا بكم في مرآة جيكو، إنه يوم مشمس، لذا سيصعد الأحمر للسطح وسيقوم بتوصيل الألواح الشمسية الجديدة.
والتي تمتص طاقة الشمس وتحولها إلى طاقة نظيفة للمرأة. أهلا بوبي. ماذا؟ انظر لنفسك، أنت متسخ وقد قمنا بتنظيفك البارحة. لا تقلق، رش الماء بالمرشات بمغسل جيكو للسيارات. ها أنت نظيف وجاهز للسير على الطريق. أوه، اتسخت مجدداً. كيف حدث ذلك؟ سوف نضطر لغسلك يدوياً. أصبحت نظيفاً. يمكنك العودة للطريق يا بوبي. هذا ما يجعلك تتسخ، محرك الوقود تملأه الفوضى. أتريد محركاً كهربائياً نظيفاً بدلاً منه؟ الطاقة الشمسية جاهزة؟ نستمد من ألواح الشمس الطاقة ليسير بالطاقة النظيفة بلا باقة. مرحى، إلى اللقاء مع مزيد من المرح في مرآب جيكو.